هي إحدى صور التلاحم بين أبناء القبائل في محافظة أبين والقوات المسلحة اليمنية، واقع جمع أسباب القوة في يد الجيش اليمني ليتمكن من طرد مسلحي جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة. نحن بدون تعاون المواطن معنا لن نستطيع أن نوصل إلى ما وصلنا إليه، ولكن أبناء هذه المديرية وأبناء المحافظة بشكل عام طيورين وحبوا من كل حدب نصوب في طليعة القوات المسلحة من أجل تحرير مناطقهم من هذه الشرذمة الفاسدة الباغية. وسيطرت جماعة أنصار الشريعة العام الماضي على مدن جعار وزنجبار في محافظة أبين، مستفيدة من انشغال السلطات باحتجاجات أطاحت الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أجبر المسلحون منتصف يونيو على ترك معاقلهم، ما أنهى سيطرة استمرت أكثر من عام فرضوا خلالها رؤيتهم المتشددة لأحكام الشريعة. عمل خطط والبحث بعد هؤلاء الجماعة المسلحة الذين عبثوا في المنطقة وبهدلوا فيها منذ فترة طويلة، وحاولنا تدخل معهم مكافحتهم من كافة الجهات، يعني كان القوات المسلحة من جهة الحرور ونحن كنا من جهة منطقة باتيس. شواهد لا تخطئها العين في محيط زنجبار عاصمة محافظة أبين عن معارك ضارية أجبرت الآلاف على ترك ديارهم، ويعيش من بقي في أبين في رعب دائم خشية عودة المسلحين وخوفا من آلاف الألغام التي زرعوها في معاقلهم السابقة. نخشى رجوع القاعدة لأنها عصابات والله، وتعرف أنت العصابات في أي لحظة تتوقع رجوعها. وأجج وجود أنصار الشريعة في اليمن مخاوف غربية وعربية لنشاطها في مناطق مجاورة لأكبر معابر النفط، فضلا عن قربها من السعودية أكبر منتجيه. ووصفت تقارير استخباراتية أمريكية الجماعة بأنها من أخطر أجنحة القاعدة في العالم.